اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس والتفاعل غيخلينا نوصل 100,000 فرد في هذه العائلة بحلول سنة 2023. خيار بين يديك، نضم لحملتنا توصيل القناة 100,000 اشتراك. طلب المترجي من وليد الركراكي. لم يكن زهير المترجي يدرك أن الأمور ستسير بتلك الوتيرة السريعة مع فريق الوداد الرياضي قبل أن يتوج نجما لنهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا ويسجل هدفي فوزه على فريق الأهلي المصري. وطالب المترجي في بداية الموسم بالرحيل عن فريق الوداد الرياضي، وعقد وكيل أعماله جلسة مع الركراكي وشرح له أسباب ورغبته في تغيير الأجواء، غير أن الأخير أصر على بقائه لأنه كان متأكد أنه سينجح معه وسيخرج منه كل مؤهلاته، وهو ما كان. حيث تألق مهاجم فريق الوداد الرياضي زهير المترجي هذا الموسم ونسي كل معاناته السابقة مع الوداد، والأكيد أنه لم يندم على بقائه حيث أنه وقع على موسم مميز قبل انتهائه. نهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء. Et à la passion, rends-moi des crayons.